مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير عصير الجزر. اكيد هيدول الجزرات غسلتهم منيح. هلا بدنا نبلش مع بعض الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اول شيء بدنا ندور المكنة. بعد ما عصرت الجزر هلا عشان ما تنقط على المجلى بحط كباية صغيرة، كمان بصفيهم بالمصفاي ليطلع عنا جزر عصير كتير طيب. بنصفيهم بالمصفاي. بصفيهم بهيدي الطريقة. إذا شايفين شفت العصير كيف عم ينزل، ما بنقع الجزر عشان إذا نقعناه بتحسوا طعمة الجزر بتروح بتصور مي، عشان هيك بفضل ما ينقع، بس ينغسل الجزر أفضل. هلا بعد ما صفيت هولي كفي تصفي، بصفيهم كلهم. بعد عندي جزر كمية منيحة، رح كفي عصيرهم ونرجع منكفي مع بعض. اوكي، هيدا العصير اللي عملته انا وياكم كتير صحي ومغذي ورائع. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.